يجدو ترحاب وتحيه صباحيه لكل المستمعين الاوفياء، وخاصه اللي عاد التحقوا بنا اللحظه. غادي نمشيو مباشره لاولى فقرتنا هوايه لاله مولاتي، ومعنا سناء من برشيد. الو سناء. الو، صباح الخير سناء، كدايره؟ صباح الخير، لاباس عليك؟ الحمد لله، كدرا مع الصحه، كنسلم عليك. الحمد لله، كله ديال ميد غادي. بارك الله فيك لاله اختك، شكرا لك بزاف، عواشر مبروكه ليك والاسره ديالك، نتمنى تكونوا على خير دائما ان شاء الله. ربي يخليك، وانا كنبارك لك العواشر، والله يتقبل منا ومنكم يا ربي. امين ان شاء الله، يا ربي امين. المهم عندي واحد الحليوات، المهم اختاريتهم يكونوا ساهلين. لا تبارك الله عليك، مزيان. يجربوهم المستمعات اكيد ان شاء الله. الحليوه الاولى، غنبدا واحد الحليوه بالنشا. المقادير فيها ربع ديال الزبده، تكون واخده درجه حراره المطبخ، وعندنا فيها كاس ديال السكر كلاسي، عباره كاس العنبه. فيها فاني، وواحد الخماره ديال الحلوى، ايه، وثلاثه ديال صفاره البيض، وفيها ربعه ديال النشا. المهم كنخلطوا المقادير كلها بيدينا عادي، ونشاو الخماره كنديروهم في الاخير، وكنزيدوا 6 المعالق كبار ديال الدقيق. صال ملي كنديروا النشا والخماره كنزيدوا 6 المعالق كبار ديال الدقيق. المهم كنجمعوها وكنخليوها ترتاح شويه. من بعد كنخرجوها بواحد البوق، هو كيكون صغير فيه 8 ديال السنينات، ضروري البوق يكون صغير وفيه 8 ديال السنينات. بوق فيه 6 ولا 8 قلتي لي؟ فيه 8 ديال السنينات. 8 السنينات، اييه، هو كيكون صغير. المهم نخرجوها بالبوق على شكل حريبين طويل. اييه، من بعد غنعاودوا نلويو هذاك الحريبين على شكل دائري بحال الدمليج. كنلويوها بحال شكل حلزون. واخا. المهم كندخل لا شكل حلزوني، واش غادي نبرموها يعني بشكل حل، ماشي بحال، ما تجيش بحال الدائره، ماشي غادي داك الحريب الطويل ندوروه دائره بحال الدمليج. لا ياك، لا هكا بحال الدمليج، يعني غيكون هو طويل في الاول، اش غنحطو حنا البوق صغير باش ما تجيناش الحلوه كبيره. لا ملي قلتي حلزوني سحب لي بحال المحنشه، بحال ديك يعني غادي نلويوه على الدوره. لا بحال هكاك ياك، هكاك يعني ماشي بحال الدمليج. واخا، عاودو ثاني نلوي كما قلتي بحال المحنشه. اييه واخا. المهم غناخذ واحد اللاطه غندهنوها، وغندخلوا هاد الحليوه للفران غطيب على درجه 180 مده 15 دقيقه غير ما كتحتاجش الطياب بزاف. اييه، حيت فيها النشا كتكون اطبى. واخا. المهم ملي غطيب لينا غنلاصقوا واحده مع واحده بالكونفيتير. وفي الجوانب غنديروا الكوك. اييه، ومن الفوق غنديروا واحد الحبه ديال حب الملوك بالاحمر، وغناخذ واحد الصفايه ونرشوا عليها السكر كلاص، يعني راه الشكيل والمذاق راه كتجي رائع. باينه يعني تجي بنينه. اييه، الله يعطيك الصحه. الكونفيتور اللي كتلصقي به كتدفيه ولا عادي؟ عادي، ماشي مشكل، عادي. ولا السيده اللي بغات يعني كناخذ واحد الكونفيتير، الكاس ديال الكونفيتير يكون جاري، وكنزيدوا عليه نص كاس ديال السكر كلاصي، وكنخليوه يدفى في واحد الكاسرونه. المهم غير يبدا يعقد شويه ونلصقوا به، ولا حتى ما تحتاجش عليه حتى كونفيتير، يعني عادي يكون جاري الحلوى حتى هو غيلصق ليه. واخا، الله يعطيك الصحه. الصحه والراحه. عندي واحد الحلوه ديال الهلال، هي بالكاوكاو كتجي هشيشه. اييه، فيها نص ربعه ديال الزبده، فيها كاس ديال السنيده، كاس ديال الزيت، ربعه ديال الكاوكاو محمر ومطحون، وعندنا ربعه ديال الجنجلان حتى هو محمر. عندنا الدقيق اللي غيجمع لينا هذا الخليط، عندنا شويه ديال القرفه، يعني اللي بغى يدير القرفه. اييه، ينسم بها. نعم. وعندنا السكر كلاصي باش غنفندو هاد الحلوه. واخا، كنخلطوا هاد المقادير حتى هي كامله، وكنديروا الدقيق في الاخر بشويه بشويه حتى كتجمع، ما تكونش رطبه، ما تكونش العجينه رطبه باش ما تهرش لينا. أيه، يعني نحاولوا شويه نخليوها شويه بحال قاصحه شويه. نعم. غنديروها هلاليات ونطيبوها حتى هي العافيه مهيله. اييه، ملي طيب نهز، ملي طيب ما نهزوهاش هذيك الساعه، واخا غير تهرس لينا كتكون رطبه. أيه، هاد الحلوه. نخليوها شويه، وعاد هي كنفندوها في السكر كلاصي سبيسيال، وبالصحه والراحه. اييه، وفعلا هاد الحلوه ديال الكاوكاو كتجي بنينه بزاف بالسكر كلاصي في التزيين. اييه، عندك الحق. نعطيك واحد الحليوه هي ديال الشهده بسكر فيرميسيل، فيها ربعه ديال الزبده،
انا اختاريت هاد الحلاوي ديال الدواء. لا مزيان فعلا وفي الصراحه هادو ملي كيمشيو دغيا كيطيروا الصراحه ملي كيتحطوا مقارنه مع حلويات. راه والله الا يعني فعلا هاد الحلويات كيكونوا لذاذ وكيكونوا بنان دغيا تيمشيو. ويعني هما اللي كيليقوا الدواء زيتي. هادشي اللي كاين دابا كاين شي حويجات كنبغيوهم حلويات في منظر كيبانوا يعني زوينين في المذاق يعني ما كنميلوش ليهم بزاف، ولكن هادو بحال حلوه تريش بوند بحال يعني الحلوه ديال المعمول ديال التمار يعني هادو يعني حلويات والله الا داخلين في التراث. هادشي اللي كاين ربع ديال الزبده واحد الادي ديال الشهده هي كتجيب شكلاط فيرميسيل فيها ربع ديال الزبده تكون واقفه تحت حراره المطبخ وفيها جوج كيسان ديال الزيت وجوج كيسان ديال السكر كلاصي وفيها واحد ياغورت يعني اي نكهه ايه وفيها جوج كيسان ديال الكوك والدقيق حتى هي اللي غيجمع لينا وفيها خماره وحده واخا والشكلاط فيرميسيل يعني يكون بارد يعني دايرينه قبل في المجمد غنجمعوا المقادير عادي وفي الاخير كنزيدوا الشكلاط ايه يعني كديروا غير بشويه بشويه ملي نديروا الشكلاط يعني ما نبداوش يعني غنحاول باش يبقى في داك الحبيبات ديالو بقى في داك الشكل من بعد كنديروها كويره صغار كنفندوهم في السنيده نخلطها مع الفاني وكنديرهم في داك المرشم ديال الشهده ايه صافي حتى هيو كندخلوها للفران يعني كتجي داك المنيضر ديال الشهده وفيها دوك الحبيبات ديال الشكلاط فيرميسيل يعني حتى هذه كتجي منيضر الله يعطيك الصحه بالصحه والراحه. غندخل واحد الحليوه ديال اللوز الملوزه ايه كيلو ديال اللوز نص بلدي ونص رومي يتقشر وينشف عاد نطحنوه مع نص كيلو ديال السكر كلاص اللي غيطحن غنزيدو عليه جوج المعالق كبار ديال الناباج فيه معلقه كبيره ديال الجليكوز ثلاثه المعالق كبار ديال الزبده عاديه معلقه كبيره ديال الخميره الحلوه حامضه محكوكه واحد الفاني معلقه كبيره ديال الزهر وشويه ديال المسكه الحره يعني اختياريه. معلقه كبيره ديال الزهر ياك ديال المزهر؟ المزهر معلقه كبيره والمسكه الحره اختياريه يعني اللي بغاها يعني كنكوروها حتى هي نديروها كويرات صغار كنفندوها في سكر كلاصي سبيسيال وكتدخل الفران يعني كنديروها لتحت حتى كتشقق وبالصحه والراحه يعني إيه. تاعي راه كتجي زوينه ايه معروفه غريبه نعطيك سناء واحد الكيكه يعني كتجي خفيفه وطالعه يعني إيه. مقادير عاديين ولكن ماشي كلشي كتصدق ليه الكيكه ايه فعلا عندك الحق يعني كاين اللي كيدير ولكن ما كتصدقش ليه الكيكه المهم انا نعطي هذه الكيكه ديالي يعني كتجي طالعه وخفيفه كنتمنى من المستمعات يجربوها فيها 6 ديال البيضات المهم كناخذ واحد الخلاط في الاول كنديروا فيه 6 ديال البيضات 6 ديال البيضات ما يكونوش في الثلاجه يعني يكونوا خارج الثلاجه ايه غنديروه في الخلاط من بعد غنديروا معاه ربعه ديال السنيده وغنخليوه في داك الخلاط اطول مده ممكنه يعني وحنا كنطربوا ايه من بعد ما نتوقفوش على التطراب وحنا كنطربوا كنزيدوا ثاني واحد الياغورت كريمي وحنا كنطربوا داك الياغورت غنعبروا به كاس ديال الزيت غنعبروا به الزيت ايه وحنا كنطربوا يعني ما غنتوقفوش على التطراب واحد الحامضه محكوكه والعصير ديالها غنزيدوا ربعه ديال الفورس ايه داك ربعه ديال الفورس يكونوا مغربيين معاه جوج ديال الخمارات يعني وحنا كنطربوا ما غنتوقفوش على التطراب واخا وشويه ديال الخل تقريبا شي معلقه صغيره ديال الخل وهذيك ربعه ديال الفورس ما غنديروهاش كلها يعني في الاول غنديرو في الطراب غنديرو ديك ربعه الفورس غنديرو غير شويه وحنا كنطربوا يعني ملي غيتبقى لينا داك الخليط عاد غنحيدوه من الطراب وغنديرو غير بالفوي ايه مفهوم من بعد صافي غنديرو ناخذ واحد المول غندهنوه بالزبده واما نرشو انا كنرشو باللوز افيلي ولا كنرشو بالكوك صافي كندير الخليط ديالي وكندخلها للفران الفران كيكون سخون من قبل ولكن على درجه حراره منخفضه ايه صافي كندخلوها طيب حتى كنشموا الريحه ديالها والسيده ما تخرجهاش من الفران يعني خليوها في الفران حتى يعني يعني هي طابت ولكن ما نخرجوهاش هذيك الساعه نخليوها شويه في الفران باش الفران ونخليوها غير شويه وعاد نخرجوها
صافا والسيده راه تزينه باش ما كان، هاد الكيكه وديرها في المول كبيرة كتجي طالعه بزاف. هكذاك اييه يعني عائليه ان شاء الله في العيد. عائليه كتجي كبيره وكتجي طالعه ومشقه من الفوق. هذه هي الكيكه المعتمده. اييه تبارك الله عليك. ماشي شي مقادير ولكن لا لا فعلا في طريقه الخدمه ديالها، لانه كطربيها بزاف كتجي مهويه كتجي طالعه. الله يعطيك الخير. هادشي اللي كاين وصباحكم مبروك تبارك الله عليك. جربوا هاد الحوايج اللي اختاريتهم ساهلين ومناسبين للعيد. الله يعطيك الخير وشكرا لك بزاف وشكرا وعواشر مباركه بصحه وسلامه. الله يبارك فيك. تحياتنا ليك وتحيه الاسره ديالك في برشيد وفين ما كانوا. مشكوره جدا سناء برشيد مستمعه وفيه جدا للبرنامج ودائما يعني كتشارك معنا باستمرار وخاصه ما كتبخلش علينا باقتراحات على حسب المناسبات، فكنشكرها بزاف لانه تواصلت معايا وقالت لي عندي حلويات اللي هما ساهلين واقتصاديين وبغيت انني نقدمهم للسيدات انهم يستافدوا منهم، فشكرا لك بزاف سناء. الحلوه ديال نشا الاولى اللي عطاتنا فيها ربعه ديال الزبده رطبه وكاس ديال السكر كلاصي وساشي ديال الفاني وخماره واحده ديال الحلوه وثلاثه صفار ديال البيض وربعه ديال النشا. غادي نخلطوا هاد المقادير مع بعضياتهم، يعني ديك ربعه ديال الزبده مع كاس السكر كلاصي مع الفاني مع ثلاثه ديال صفار ديال البيض. ملي تخلطوا بالكف ديال يدينا مزيان عاد نزيدوا ديك ربعه ديال النشا اللي مخلطه مع ديك خماره ديال الحلوه، غادي نضيفوهم في الاخر، النشا والخماره نضيفوهم في الاخر ونخلطوا ونضيفوا 6 المعالق كبار ديال الطحين فورس من النوع الجيد الخاص بالحلويات. صافي ونجمعوها نخليو العجينه ترتاح ومن بعد نخرجوها في البوق اللي كيف ما قالت لنا سناء بوق صغير تيكونوا فيه 8 ديال السنينات، اكيد لانه راه متوفر عند الناس اللي تيبيعوا المواد الحلويات، نقول يعطينا البوق الصغير اللي فيه 8 سنينات صافي ونصيبوا به هذه الحلوه ونخرجوا هذه العجينه في هذاك البوق على شكل حريبلات، يعني فوق لاطه ديال الفران على شكل حريبلات، وكل حريبل غادي نلويه بشكل حلزوني بحال كيف كنديروا في المحنشه، يعني ها هو يكون طويل وغادي نبقاو نبرمو ونبقاو نلويه بشكل حلزوني باش تجينا يعني هكا بحال شكل ديال المحنشه كيفاش كنلويوها. صافي ومن بعد كنستفون في لاطه ديال الفران وكندخلوهم الفران على فران درجه الحراره ديالو 180 4 ساعه 15 دقيقه. ملي كنخرجوهم كنلصقوهم بشويه ديال الكونفيتور وكنديروا الجوانب بالكوك وكنديروا في التزيين يعني حبل الملوك المصبر هذاك اللي تيكون اللون احمر ديالو وكنرشوا بالسكر كلاصي كيف ممكن، على انه اللي ما بغاش يلصقهم راه ممكن انه يستافد هكا من الكميه ديال الحلويات ما يحتاج انه يلصقها، يعني دهنها غير بالكونفيتور وزينها بالجوانب بالكوك، كيبقى على حسب الاختيار ديالكم، المهم هي الحلوه يعني ديال النشا بالطريقه ديالها. بالنسبه للحلوه ديال الهلال يعني اللي كتكون بالكاوكاو ففيها نص ربعه ديال الزبده كاس ديال الزيت وكاس ديال السنيده، نعبروا بالكاس العنبه العادي، نص ربعه ديال الزبده رطبه واخده درجه الحراره ديال المطبخ، كاس ديال السنيده، كاس ديال الزيت، ربعه ديال الكاوكاو محمر ومطحون، ربعه ديال الزنجلان محمر، والطحين اللي غادي يكفانا باش نجمعو، وشويه ديال القرفه طريقه صغيره ديال القرفه كتبقى اختياريه ولكن حتى هي كتجي مزيانه. والتزيين غادي نحتاجو سكر كلاصي سبيسيال، غادي نخلطو المقادير كامله، نص ربعه ديال الزبده مع كاس ديال السنيده مع كاس ديال الزيت مع ربعه ديال الكاوكاو محمر ومطحون مع ربعه ديال الزنجلان محمر مع طريقه صغيره ديال القرفه، كنخلطوا وكنضيفوا الطحين اللي غادي يكفانا باش تجمع لينا العجينه، العجينه ما كتكونش رطبه كتكون شويه قاصحه وصافي، من بعد ملي كتجمع لينا وكتكون عجينه شويه قاصحه يعني ماشي رطبه بزاف ماشي مرخوفه بزاف، ثم كناخذوا هاد العجينه وكنديروها على شكل يعني حريبلات، حريبلات يعني بحال صبيعات شويه طوال ماشي طوال بزاف يعني قد صبع ديالنا يعني هكا حريبلات، وكنبرموهم كنقوصوهم من اليمين واليسار على شكل هلال، اليمين واليسار كيتقوصوا لنا على شكل هلال ما كيبقاوش بحال صبيع يعني طويل، ومباشره كندخلوهم نستفون في لاطه الفران وندخلوهم يعني على عافيه مهيله وما كتحتاجش حتى هي طيب بزاف، وملي كنخرجوها كنخليوها حتى كتبرد، دائما الحلويات كنخليهم حتى كيبردوا يعني كيتفاو عاد ديك الساعه لانه غادي تفرتوا لينا، وعاد ديك الساعه كنفندوها في السكر كلاصي سبيسيال خاص بالتفنان. بالنسبه للحلوه ديال الشهده بداك المرشم ديال الشهده ففيها ربعه ديال الزبده رطبه، جوج كيسان ديال الزيت، جوج كيسان ديال السكر كلاصي كنعبروا بالكاس العنبه، واحد ياغورت اي مذاق بغينا الفاني ولا غيره ولا مسوس، جوج كيسان ديال الكوك، خماره واحده ديال الحلوه، الطحين على حسب الخليط الكافي باش نجمعوا العجينه، وغادي نحتاجوا
شوكولات فيرميسيل يكون بارد، يعني مثلا كاس لاروب ديال الفيرميسيل ديال الشوكولات ولا زلافه متوسطه ديال الفيرميسيل ديال الشوكولات، غادي نديرو في المجمد يعني حتى يقبط راسو مزيان هذوك الحبيبات، لانه هو الفيرميسيل الشوكولات بحال البيبي شوكولا بحال حبيبات الشوكولات، غير كنزلوهم صافي دغيا كيبداو يرطابو، يعني ملي كيرطابو بحال غادي يجلخوا لينا هذيك العجينه، حنا بغيناهم يبقاو محافظين على الشكل ديالهم، كيبانوا منمرين كيبانوا هكا مرشوشين يعني منقطين. فرابعه ديال هذه الحلوه الشهده فيها رابعه ديال الزبده رطبه واخا درجه الحراره ديال المطبخ، جوج كيسان ديال العنبه ديال الزيت، جوج كيسان ديال العنبه ديال السكر كلاصي، واحد ياغورت باي نكهه بغينا، جوج كيسان ديال الكوك، خماره واحده ديال الحلوه، والطحين على حسب الخليط يكون من النوع الجيد اللي غادي يكفانا، والشوكولات فيرميسيل يكون بارد يعني ندخلوه في المجمد ونخليوه حتى نبغيو اننا نستعملوه. غادي نجمعوا المقادير كامله عادي، نزيدوا الطحين ثم كنزيدوا الفيرميسيل ديال الشوكولات وكنخلطوا، ونخلطوا غير بالاطراف الاصابع فاش نزيدوا الفيرميسيل، باش كيف قلنا هو مع في الكونجيلاتور في المجمد فغيكون بارد غيبقى شاد مزيان. من بعد كنجمعوا المقادير قلنا ونزيدوا الفيرميسيل ديال الشوكولات، والعجينه نشكلوها على شكل كويرات صغار ونفندوها في واحد الطبسيل فيه سنيده مع الفاني مخلطين، كنفندوها منين نديروها كويرات نفندوها في سنيده والفاني، ثم كندوزوها في المرشم ديال الشهده راه معروف، الا قلنا اللي يعطينا المرشم ديال الشهده راه معروف، وكندوزو ديك الكويره كنحطوها في داك المرشم ديال المعمول ديال الشهده، ومن بعد ملي كننزلوها كتاخذ داك الشكل ديال الشهده وكتجي هكا ملمره، وكندخلوها الفران حتى كطيب وكتحمر يعني بطريقه العاديه. بالنسبه للغريبه ديال اللوز ففيها كيلو ديال اللوز، يعني كيلو ديال اللوز غادي ناخذو نص كيلو بلدي ونص كيلو رومي، نسلقوه نقشروه ونخليه ينشف نطحنوه، من طحن المره الاولى بوحدو، وعاد ديك الساعه كنضيفو ليه جوج المعالق كبار ديال الناباج ومعلقه كبيره ديال الجليكوز، ثلاثه المعالق كبار ديال الزبده رطبه واخد درجه الحراره ديال المطبخ، معلقه كبيره ديال الخماره ديال الحلوه حامضه محكوكه يعني قشور ديال حامضه، كيس واحد من الفاني، معلقه كبيره ديال المزهر، شويه ديال مسكه حره كتبقى اختياريه ولكن حتى هي مزيانه في الغريبه. وهادو هما المقادير، كيلو ديال اللوز مخلط ما بين نص كيلو بلدي ونص كيلو رومي، غادي نسلقوهم نقشروهم ونطحنوهم، نشفو مزيان من الماء ويطحنو مزيان، ونطحنوهم في الطحان د ان دو تخوا، ومن بعد نضيفو ليهم جوج المعالق كبار ديال الناباج، معلقة كبيرة ديال الجليكوز، ثلاثة المعالق كبار ديال الزبدة رطبة واخد درجة الحرارة ديال المطبخ، معلقة كبيرة ديال الخمارة ديال الحلوة، قشور ديال الحامضة محكوكة صغيرة، كيس واحد من الفاني، معلقة كبيرة ديال المزهر، شوية ديال المسكة حرة اختيارية، وكنخلطو وكنجمعو العجينة بطريقة العادية، وكنديروها على شكل كويرات صغار، ومن بعد كنفندوها في السكر كلاصي سبيسيال وكنديروها في الفران حتى كتشقق، وعاد ديك الساعة كنزيدو يعني ملي كتشقق ديك الساعة كنشعلو عليها من الفوق يعني بالطريقة العادية ديال غريبة. نختمو بالكيكة اللي قدمت لنا مشكورة جدا، كيكة يعني كتجي طالعة وعائلية. في كاس ديال الخلاط الكهربائي غادي نديرو 6 ديال البيضات يكونوا واخدين درجة الحرارة ديال المطبخ، يعني ما يكونوش في الثلاجة، ودائما في الكيك كنخرجوهم على تيساع داك البيض. 6 البيضات كنديرو في الكاس ديال الخلاط الكهربائي، كنطحنوهم، كنزيدو ليهم رابعة ديال السنيدة وحنا كنطحنو دائما حتى كيولي الخليط كريمي، كيتخلط مزيان داك البيض مع السنيدة وديك السنيدة كتذوب مزيان. من بعد كنضيفو واحد ياغورت كريمي وحنا كنطربو مزيان، هذاك الحك ديال ياغورت كنعبرو به الزيت، كاس ديال الزيت كنعمرو ديك كاس ديال ياغورت كنعمروه زيت، وكنبقاو نزيدوه وحنا كنطحنو تدريجيا على شكل خويطات، وحنا كنطحنو مزيان هاد المقادير، حنا كنطربو، ثم كنضيفو حامضه محكوكه وعصير ديال الحامضه، يعني حامضه نحكو القشور ديالها في الحكاكه الرقيقه ونزيدو عليها عصير ديال الحامضه نعصروها كامله، نخلطو هادشي كله مزيان، ناخدو رابعه ديال الطحين فورس الخاص بالحلويات، غادي نغربلوه مع جوج خمارات ديال الحلوه ونبقاو نضيفو شويه بشويه، ماشي دقه بحدا الطحين، نضيفو شويه بشويه وحنا كنطحنو، شويه بشويه وحنا كنطحنو، وكتخلط لينا هاد المقادير، ودائما اي حاجه مقدار زدناها على الاخرى كنبقاو حنا كنطحنو، يعني ما كتوقفوش على يعني على يعني على الخلط ديال هاد المقادير في الكاس ديال الخلاط الكهربائي. نضيفو معلقه صغيره ديال الخل، صافي مباشره ملي كيتخلط لينا هاد المقادير كنحصلو على عجين ديال الكيك، وديك الساعه كنديرو في قالب ديال الكيك الاختيار ديالنا يكون شويه كبير، ندهنوه مزيان بالزبده ونرشوه بالطحين فورس، ثم
كيف ممكن انكم ترشوا باللوز افيلي او الكو كيف ما اقترحت عنا سناء وكندخلوها للفران، الفران يكون سخون من قبل ومن بعد كنقصوا درجه الحراره. كيف انه بعض الاشخاص يعني بزاف السيدات اللي كيديروا الكيكه على فران اللي هو بارد، وفعلا كيف ما قالت سناء انه ملي نطيبوها مزيان الكيكه صافي نطفيو عليها الفران ونخليوها ما نخرجوهاش مباشره لانه كتكون سخونه وكتخرج يعني بارده، فنخليوها باش تبقى محافظه على الشكل ديالها وكنخليوها عاد ديك الساعه كنخرجوها. نتمنى ان تكونوا سجلتوا معنا كما يجب هذه الحلويات، ومشكوره جدا سناء مرشد اختارت لنا حلويات اللي هما ساهلين ولذاد، نتمنى انكم تجربوهم. ومع ذلك ان شاء الله راه مع تقريبا في 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 يعني في في نهايه البرنامج، مع نهايه البرنامج تقريبا مهم مع ديك الجوج مثلا غادي نحاولوا هذا التسجيل ديال سناء مرشد غادي تلقاوه في موقع لالا بلوس، يعني غير في الانترنت اكتبوا لالا بلوس .ما راه غادي يخرج لكم الموقع، سيروا لحداك لالا بلوس او في الصفحه الرئيسيه غتلقاو كل الحلويات سواء يعني حلويات تبارك الله ديال السيدات، وكذلك البارح راه دابا غتلقاو منزل من دابا شويه يعني التسجيل ديال رشيد من تيزنيت بالحلويات اللي قدم لنا، بالاضافه اليوم غادي نزلوا الحلويات ديال سناء من برشيد باش تكون عندكم فرصه على انه المستمعات اللي غادي يشاركوا معنا هذا الاسبوع بحلويات اللي سجل معنا الاقتراحات مزيان، واللي ما سجلش اولا حارف شي حاجه في شي مكون نساه اولا ما سجلوش راه غادي تلقاو الحلقات في موقع لالا بلوس .ما. غادي نتوقفوا مع فاصل غنائي مستمعينا وغادي نرجعوا باش نقترح عليكم شوربه سهله وخفيفه بالسنتير والكفته.